السلام عليكم ورحمه الله اهلا بكم في الموجز الرياضي حقق فريق المحرق فوزه الاول مع انطلاق منافسات الجوله الاولى لدوري الدرجه الاولى لكره القدم وذلك بعد فوزه على الملكيه باربعه اهداف دون مقابل في المباراه التي اقيمت على استاد مدينه خليفه الرياضيه اهداف المحرق جاءت عبر ثنائيه للاعب العراقي مصطفى كريم وثنائيه اخرى للاعب اسماعيل عبد اللطيف ليحقق بذلك حامل لقب النسخة الماضية نقاطه الثلاث الأولى في المسابقة كما حسم الرفاع ديربي الرفاعين بعد فوزه على الرفاع الشرقي بهدف يتيم جاء عن طريق مدافع الرفاع الشرقي عبد الله الهزاع بالخطا في مرمى فريقه بعد محاولته ابعاد كره النيجيري اجوابا في الدقيقه الحادية والخمسين